اثمنه باهظه، اثمنه ديال خياليه، خروف ب 340 350 الف فرنك على هذا الموظف. شحال تيربح في الشهر باش غادي يشري هذا الخروف هذا؟ ناس الله يكون في عوانها وصافي، ناس الله يكون في عوانها. هذا الا زعما كاين تغاو على هذه الاثمنه، تغاو تغيان. هذا انا ما خديتش، انا باقي ما خديتش. بنيت انت واحد الاثمنه هنايا، بنيت انت حاولي تقول لك 600 الف فرنك، 650 500 الف فرنك، هذا اثمنه باهظه. وفين هي هذه الحكومه؟ وفين هو هاد فين هو هاد فين هو هاد الاستقلاليه ديال البلاد؟ وفين هي؟ راه بزاف هادشي هذا، بزاف. مدرسه تنخلصوا دابا لاسيرونس ديال لاسيرونس تيخلصوا فيه 38 درهم، تنخلصوا فيه حنا 2000 درهم، 2000 درهم لاسيرونس. الانسكريبسيون ب 4500 درهم. الناس فين غاديين؟ الاثمنه راه جهلات، هاد الاثمنه اللي ما تنتصورش على البال. السنه الفارطه كنا تنخلصوا 125 الف فرنك التلميذ ديال اسمو، هذا العام 2000 درهم، 2000 درهم ديال 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 ديال, ديال المدرسه ديال الانسكريبسيون، 2000 درهم ديال لاسيغونس، وتيخلص 38 درهم على الشخص. اش دايرنا هو مسورين لك رموك؟ راه بزاف هادشي هذا. في المناسبات الغالية إكدوم كتخففها عليكم، في رمضان، العطلة الصيفية، الدخول المدرسي، وحتى في عيد الأضحى. كل هذه اللحظات الغالية عيشوها بكل خفة مع سلف بنسبة 0% وجواب في 40 دقيقة. اللي تقالت عليكم إكدوم خفاتها عليكم. إكدوم الرحم حقكم.